احتفاء وابتهاجا بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر، هنا في مأرب أبناء اليمن يحتفلون بإيقاد الشعلة، وهي المناسبة التي انطلقت فيها شرارة الثورة في 26 من سبتمبر المجيد التي قضت على الجهل والفقر والمرض والكهنوت الإمامي. لم يعد إيقاد شعلة الثورة ذلك الروتين السنوي المتكرر أو مجرد احتفال عابر، وإنما يأتي هذا الاحتفال وسط تماسك بمبادئ الثورة السبتمبرية وأهدافها السامية، حيث قام رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي ومعه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بإيقاد شعلة الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر، حيث شهدت مأرب بهذه المناسبة عرضا كرفاليا بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين والوجاهات الاجتماعية. ولما تحتله هذه المناسبة من مكانة عظيمة في نفوس أبناء اليمن الأحرار، فإنهم يعبرون عن ابتهاجهم بإيقاد الشعلة وفخرهم بهذه المناسبة التاريخية التي أخرجت اليمن من دياجير الإمامة إلى ضحى الجمهورية ونهارها المشرق. ويعبر المشاركون في الاحتفال عن حبهم الكبير لهذه المناسبة العظيمة الخالدة، معلنين أنهم لن يحيدوا عن مبادئها وأهدافها، وأنهم سيمضون رافضين كل المشاريع الرجعية التي تحاول العودة بالشعب إلى ما قبل ثورة سبتمبر، وسيبذلون الغالي والنفيس في سبيل مواجهة قوى الانقلاب الرجعي. نفتيك يا أمن. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. ها هم اليوم أبناء اليمن يحيون ثورة 26 من سبتمبر، يوقدون شعلتها هنا في محافظة مأرب. رشاد النواري، يمن شباب، مأرب.